بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت متعلم سابق في المراسلة ولم تقم بالتسجيل بعد، حان الوقت للتسجيل. طبعا قد فتح الموقع أو أتيحت الفرصة للمتعلمين السابقين للتسجيل في الإنترنت، كون أن المتعلمين السابقين لم يكونوا أو في السابق أو في قبل أيام لم يكن متاح لهم التسجيل، كون أنه تم فتح التسجيل للمتعلمين الجدد، والذي قمت بتقديم فيديو الذي سوف أضعه لكم في شاشة نهاية من هذا الفيديو. وهو طبعا حاليا أصبح من الممكن التسجيل للمتعلمين السابقين للسنة الدراسية 2021-2022. طبعا فبعد أن تم الإعلان عن نتائج المراسلة الخاصة بالدورة الاستدراكية، طبعا بإمكانكم الدخول إلى الموقع الذي أضع لكم رابطه أسفل الفيديو كرابط إضافي. هنا كما تشاهدون فهو الموقع الخاص باستظهار نتيجتك إن لم تكن قد استظهرت نتيجتك الخاصة بنهاية السنة للمراسلة 2021. فتوجه إلى الموقع وقم بوضع رقم التسجيل وتاريخ ميلادك، ومن ثم تنزل لأسفل، ومن ثم تقوم بالضغط على استظهار لاستظهار نتيجتك. أما بالنسبة إلى الفيديو الخاص بهذا اليوم فهو الخاص بالمتعلمين السابقين. فللتسجيل بالنسبة للمتعلمين السابقين، كل ما عليك فعله هو التوجه لأعلى، ومن ثم تقوم بالضغط على طلب التسجيل. على فكرة سوف أضع لكم رابط هذه الصفحة كذلك أسفل الفيديو، حتى يتاح للمتعلمين السابقين بتسجيل أنفسهم أو التسجيل. نقوم بالضغط على متعلم سابق، وبعد ضغطك على متعلم سابق تقوم باختيار الولاية. انتبه هنا، طبعا انتبه انتبه انتبه، فليس كل الأشخاص الذين هم في المراسلة متعلمين سابقين طبعا تقوم بتحديد ولايتك. فقد تكون على سبيل المثال أنت في ولاية، ولكن هنا في التحديد تحدد الولاية التابع له. على سبيل المثال، إنك إذا كنت من ولاية غردية تقوم بتحديد الأغواط. إذا كنت على سبيل المثال من أم البواقي تقوم بتحديد قسنطينة. طبعا سوف أضع لكم في نهاية الفيديو طبعا فيديو يشرح برنامج قمت بتصميمه، طبعا يستظهر لك الولاية التابعة لها. وأي شخص لا يعرف الولاية التابعة لها أو واجه مشكل في الولاية التابعة لها يكتب لي تعليق أسفل الفيديو، يكتب الولاية وأكتب له الولاية التابعة لها. تقوم باختيار الولاية. بعد اختيارك إلى الولاية تقوم بالضغط على موافق. بعد ضغطك على الموافق تنبثق إلى حين ما تنبثق لك هذه الصفحة، ومن ثم تقوم بكتابة رقم تسجيلك وتاريخ ميلادك. بعد كتابتك إلى رقم تسجيلك وتاريخ ميلادك، ومن ثم تقوم بملء الصورة أو وضع الصورة تتوجه لأسفل، ومن ثم تقوم بالضغط على التحقق من المعلومات. طبعا كما ذكرت الرابط سوف أضعه لكم أسفل الفيديو. وبإمكانك تحميل الإصدار الأخير من دليل المتعلم عن بعد، وذلك بالتوجه إلى دليل المتعلم على اليسار كما تشاهدون، ومن ثم تقوم بتحميل هذا الملف وقراءته. وإلى هنا ينتهي الشرح، أرجو أن يستفيد الجميع، وأتمنى لكم سنة دراسية موفقة ودخول اجتماعي موفق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.